اليوم غنسلطوا الضوء على تجارة الورود. غنحاولوا نقوم بواحد الزيارة للتجار ديال هاد الورود هادو، خصوصا بحي المستشفيات بمدينة الدار البيضاء، ونتعرفوا على هاد التجارة، ونتعرفوا على بشحال كتشرى جملة هاديك الوردة، وبشحال كتباع للزبائن، وكذلك نتعرفوا بعض الخصوصيات كيفاش ممكن انك تختار وردة وتدوم لك واحد المدة طويلة. بقاو معنا في جولة اليوم. السلام عليكم سيدي. مرحبا الله وبركاته. انت سيدي من الناس القدام هنايا في هذه الزنقه هذه، شنو كيسميكم هنايا؟ هذا حي مستشفيات. شحال من عام وانت سيدي في هذه المهنه؟ وانا راه جاي دابا شي فوق 40 عام وانا في هذه المهنه. واش كنتو نيت في هذه البلاصه؟ كنا في الزرق طونيل، عاود تحولنا في طريق السبيطار، وعاود تحولنا هنايا. بس سيدي انت 40 سنه وانت كتشوف هذا التطور ديال الورد، واش الناس تطورت عندهم الثقافه ديال الورد؟ تطورت زعما الورد في هذا الوقت تطور زعما مزيان، ماشي واش تطور بالنسبه ولا البيع والشراء فيه كثير؟ لا البيع والشراء اوقات بحال هذه المناسبه ديال عيد الحب وديال عيد المرأة هو اللي كاين فيه، ولكن شي حاجه شويه في الصيف. السلام عليكم، شنو كدير دابا؟ كنجر في الورد دابا، كنوجد صفرانطا. طيب هاد العمليه اللي كديرها واش غير على حساب لومبالاج ولا شنو؟ لا على حساب كل شيء، لومبالاج على حساب كل شيء، فهمتيني؟ باش الانسان الكليان دابا كيجي كيلقى داك الشيء موجود، فهمتي؟ هذا هو اللي كاين، ماشي حتى يجي الكليان عاد باش يمكن لك تبدا تنجر ولا تقادي والو، خاصك توجد ليه قبل، يجي ويعزل، فهمتي اللي بغى. سلام سيدي، انت في هذا المحل ديال الورود واش كاين شي اقبال بدا ولا مازال؟ الحمد لله كاين اقبال في هذه المناسبه ديال سان فالنتين، والورده الحمراء معروفه يعني كتمشى مزيان دابا في هذا الوقت. دينا شي شويه قراءه، بغيت انا ناخذ مثلا كاينه ورده بيضاء، كاينه غوز، في كتستعمل كل واحد؟ واه باينه الورده الحمراء ديال الحب، وبيضه باينه ديال السلام، و الورده الاخرى كيبقى عاوتاني ديال الغيره، كتبقى شي حاجه عاوتاني. كاين بزاف، مهم الحمراء هي اللي كتمشي دابا. انا ديما كنشوف هذا اللون هذا كنقول لاش كيصلح غوز. هذا كيصلح لشي واحد عزيز عليك، شي فهمتي، شي حد عزيز عليك كتهدي ليه الورد غوز. ماشي الحب؟ لا الحب الاحمر غير المعزه. هذه غير المعزه. شحال هذه كتباع زعما الوحده؟ على حسب لا سيزون، لا سيزون شويه كيكون قليل شويه والثمن 10 دراهم حتى 20 درهم. الله يعني الحب غالي شويه. هو ماشي بزاف، اللي كيحب خاصو يأدي، ما خاصو يأدي وما ما خصوش يتشطر. سمعتي ولا لا؟ السلام عليكم، هذه العمليه اللي كدير دابا ديال كتعزل هي اللي كتخليك على انك تشوف واش هذيك الكميه اللي جبتي مخرجاك ولا لا؟ كي بحال ما نقول. مثلا بشحال كتقدروا تشريوها بالجمله وشحال كتقدروا تبيعوها للناس؟ دابا كنشريو بالجملة بحال كنشريو بالثمن، وانا في نفس الوقت كطلع دوبل في الثمن، علاش كنتريو حنا دابا بس يلاه كتجي مع الأثمنة ديالها. كاين بعض الناس اللي كيقول لك على ان شي شويه الوفدة كطلع غاليه، يعني الناس كتشريها بواحد الثمن ديال 2 دراهم 3 دراهم وكتبيعها ب 10 ديال الدراهم، واش ماشي بزاف؟ لا في هذه المناسبه ما كاينش ورد ديال 2 دراهم ولا 3 دراهم. كاينش كاع داك الثمن كاع حاجه مزيانه كدير 7 دراهم من بلاصه، وانت يلاه كتجيو مع الهرس ومع التضيع كطلع لك بحال ما كطلع لك 8 كتبيع ب 10 12 درهم. هاد الوفد هذا مني كتبغيو تشريو جمله مني كتشريوه وامتى كيكون بالضبط موجود؟ كنشريو دابا هاد الوقت بني ملال، بني ملال ومراكش، ولكن ملي كيكون موجود الوقت اللي كيكون موجود فيه هو شهر 4 أكثر، هي شهر 4 وشهر 5 هو اللي كيوجد فيه الورد. دابا الورد السلعه هذه ديال بني ملال ومراكش غاليه دابا، طالع شويه الثمن الورد دابا، وصل 4 دراهم ونص 5 دراهم ونص الورده من الفيرما نوفل. اغلب هذه الورود هذه كيتم الجلب ديالها من مدينه مراكش، اكادير وبني ملال، بواحد الاثمنه اللي كتراوح ما بين 4 الى 7 ديال الدرهم بالجمله، كتباع للزبائن ما بين 7 دراهم الى 20 درهم. سولنا التجار علاش هذا الثمن كيوصل، هذا الثمن كيقدر على انه يفوق
القدرة الشرائية ديال المواطنين، فكالجواب هو اللي كيحب خاصو يخلص. كان معكم عصام العباري من مدينة الدار البيضاء.